مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده وحكايه جديده وحكايه ورا حكايه. حكايتنا النهارده بنتكلم فيها عن جميله من جميلات السينما المصريه، قدمت العديد والعديد من الادوار المتميزه ومختلفه طبعا، قدمت الادوار الرومانسيه وكانت بارعه فيها، وكمان قدمت الادوار الاجتماعيه والتاريخيه والاستعراضيه. هي جميله الجميلات الفنانه الكبيره الراحله ناديه لطفي. حكايتنا النهارده هي الكاتبه الصحفيه والناقده الفنيه الاستاذه هبه عبد الفتاح. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي وسعيده جدا اني موجوده معاكم. استاذه هبه، بنتكلم النهارده عن جميله من جميلات السينما المصريه، ناديه لطفي. لو اتكلمنا في البدايه قلنا نبذه عن هذه الفنانه الرائعه. طبعا ناديه لطفي علامه من علامات السينما المصريه ونجمه من اروع نجمات السينما المصريه، فنانه شامله، نجمه جميله، يعني تعتبر من ايقونات السينما المصريه. طبعا واحده من اهم نجمات زمن الفن الجميل، يعني احنا لما نقول نجمات زمن الفن الجميل هنقول ناديه لطفي، سعاد حسني، هند رستم، فاتن حمامه، نجمات. فدي علامه من علامات ومن اعمده الفن المصري. اما نقول ناديه لطفي، ناديه لطفي قدمت كل انواع الفن، قدمت الرومانسي طبعا، قدمت التاريخي، قدمت البنت اللي من الحاره الشعبيه، قدمت الفن الاستعراضي، ادوار الراقصه، قدمت حاجات كده، بنت البلد، قدمت حتى الكوميدي. فيعني تعتبر فنانه شامله، ما سابتش دور غير وعملته كل، حتى قدمت، يعني اقول لك ايه، في فيلم الموميا اللي هي كانت طالعه فيه يعني خرسه تماما. فيعني نجمه بكل المقاييس، نجمه اخذت جوائز، نجمه. يعني ما نقول اسم ناديه لطفي تعتبر نجمه ليها تاريخ طويل جدا، اعمالها المفروض تدرس، اعمالها من اروع الاعمال في السينما المصريه. وزي ما حضرتك بتقولي هي نجمه ليها تاريخ فعلا. اكيد. وكميه الافلام اللي قدمتها سواء في الرومانسي سواء في التاريخي كتير ومتميزه، وكل دور كان بتسيب لنا علامه طبعا، علامه من العلامات المتميزه. وغير كده كمان هي نجمه ما اعتمدتش على جمالها، هي طبعا جميله جدا بس ما اعتمدتش على جمالها، لما نشوفها في كل دور من ادوارها مغيره شكلها. حتى قدمت دور البنت اللي هي من الحارة الشعبية والبنت البسيطة، وقدمت هي دور، كانت بارعة في كل الأدوار اللي بتقدمها بغض النظر عن جمالها. طبعا هي جميلة. أكيد. من جمالات السينما. لو توقفنا عند فيلم الخطايا مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والقصة الرائعة اللي كل مشهد فيها يدرس. أكيد. قدمت شخصية البنت الرومانسية الحالمة الطالبة بكل جمالها، حتى الاغنيه اغنيه مغرور والحلوه كانت مرسومين عليها. بالظبط. هقول لك فيلم الخطايا، اصلا هنقول يعتبر الفيلم الخطايا من اروع الافلام في السينما المصريه، وتصنف من ضمن اكتر 100 فيلم مؤثر في السينما المصريه. فيلم الخطايا لو نشوفه يعني كل المشاهد فيه مؤثره، وفي مشاهد ماستر سين طبعا مميزه جدا ما بين العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وعماد حمدي، من اروع مشاهد السينما المصريه. وغير كده كمان يعني الفيلم كان فيه هارموني وانسجام رهيب جدا بين الابطال وبعضهم، لدرجه ان العندليب الاسمر اطلق على ناديه لطفي العندليبه الشقراء، من روعه جمالها وروعه ادائها وصدق ادائها اللي فعلا يعني اقول لك ايه، كان
ادى للفيلم رونق بشكل جميل جدا، لدرجه الاغاني فعلا كانت مرسومه عليها. نادية لطفي في المشاهد المؤثره او الماستر أكيد. سين، بنتكلم في الاغنيه اللي هو غناها لها قولي حاجه، وتعبيرات نادية لطفي وهي بتمثل من غير ما تمثل هو بملامح الوش. هي نادية لطفي نقدر نقول ان هي اتخلقت عشان تكون فنانة، ملامحها نفسها كانت بتنطق، عينيها نفسها كانت بتنطق، يعني بتتكلم من غير ما تتكلم، ففعلا نجمة نجمة بكل المقاييس. ده نادية لطفي هي فنانة من الفنانات اللي قدموا الفن بطريقة مختلفة جدا، أكيد وكانت جريئة في اختيار أدوارها. ولازم بالظبط أتوقف هنا عند النضارة السوداء، طبعا. وفيلم من الأفلام القوية جدا، يعني قدمت فيه فكرة البنت المستهترة، أو بمعنى أصح مفهوم الحرية عند الطبقة الأرستقراطية، ودارت أحداث الفيلم بشكل رائع. هو طبعا النضارة السوداء يعني يعتبر من أروع روايات الكاتب الكبير الراحل إحسان حسان عبد عبد القدوس. القدوس. طبعا من أروع رواياته النضارة السوداء، قصة في منتهى الجمال كرواية، وما تحولت واتعملت كمعالجة سينمائية، تقدم فيلم كان إبدأ أو أطفى نجاح كبير للرواية كمان. يعني في روايات كتيرة ما تتعمل الأفلام ما تنجحش، إنما ده أطفى نجاح كبير على الرواية، وخاصة إنهم أحسنوا اختيار البطلة اللي هي بالظبط نادية نادية لطفي. لطفي، قامت بشخصية، قدمت شخصية مادي، طبعا البنت المستهترة من الطبقة الأرستقراطية. وغير كده كمان أنت بتقدمي في مرحلة من الزمن تقدمي فيها قد إيه الطبقة دي ما كانش لهم هدف في الحياة غير هما إزاي يعيشوا ويسهروا ويتفسحوا، مفيش هدف مفيش أي حاجة. فطبعا البنت في الحياة العبثية اللي هي عايشاها دي قابلت شخص محترم فحاول يغير حياتها، والميزه الجميله فيها ان هي استجابت وبدات ان هي كانت طبعا بتداري، يعني النضاره السوداء كان رمز ان هي بتداري حياتها العبثيه حياتها المستهتره ورا ستار عشان تداري بيها حياتها المش كويسه. فهو قال لها لا انت لازم تعيشي وتشوفي الناس ويبقى لك هدف في حياتك، فعلا بدات تتغير وقلعت النضاره السوداء وبقت انسانه ملتزمه. المفارقه العجيبه في الفيلم ان هو بعد ما سافر وراح سافر رجع اتغير في شخصيته، دخل هو في الحياه العبثيه. الجميل في الروايه كاتبنا الكبير احسان عبد القدوس قدر ان هو يعني ازاي البطله اللي هي كانت مستهتره وعايشه حياه عبثيه هي بتحاول تغيره وتغير الشخص اللي هي حبته وترجعه ان هو يمشي في الطريق الصواب، وفي وفي النهايه بيرجع. يعني مشهد من المشاهد القويه جدا لما هي اللي اديته النضاره قالت السوداء، له قالت اه لها انا مش محتاجاها، مش انت اللي محتاجاها، محتاجها المفروض انت اللي دلوقتي. تلبسها لان تداري حقيقتك بقى وتداري الحياه المستهتره اللي انت عايزها. احنا بنتكلم عن الفنانه الرائعه نادية لطفي، وبنتكلم عن ثلاثيه نجيب محفوظ طبعا وقصر الشوق، ودور مختلف تماما، يعني قدمته ببراعه كالعاده. واحنا دايما يعني بنشوف نادية لطفي هي الفتاه الجميله الرومانسيه، لكن كان عندها جرأة وهي بتقدم العلبة دور زي الذنوب ده بالظبط كده. طبعا. بس هقول لحضرتك حاجة، قصر الشوق في ثلاثية نجيب محفوظ اللي هو باقي الأسرار قصر الشوق السكرية، هو قدم يعني أقول لك إيه، طبعا يعني نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل اللي كل رواياته بتدرس المفروض تدرس، يعني من علامات الأدب العربي والمصري. فطبعا كان الثلاثية قد إيه رائعة، فإن أنت ما تقري الثلاثية وروعتها وجمالها عشان تتحول لعمل سينمائي، فطبعا ده شيء كان فيه مخاطره في اختيار الفنانين. وحسن الامام طبعا كان المخرج الكبير بروعه ادائه وروعه اخراجه وابداعه، ابدع في اختيار الفنانين، وكان من ضمن ابداعه اختياره نادية لطفي في دور العالمه زنوبه اللي كان هي مقتنع تماما ان هي رغم تقدر ان ده انها كان تعمل الدور صعب ده. صعب اكيد، ملامحها وشكلها واسلوبها لكن والفتاه اقنعتنا. الرومانسيه الجميل اقنعتها. هي غيرت، ما ميزه ناديه لطفي كانت بتغير في شكلها، تغير في لون شعرها، تغير في طريقه مكياجها، تحس انها فعلا انسانه خلاص هي دي فعلا ذنوبه باسلوبها وطريقتها، اقنعتنا طريقة بالشخصيه. لبسها بالظبط اقنعتنا بالشخصيه، هي كانت جمالها ان هي بتقدم بطريقه السهل الممتنع، تحسي فعلا ان هي دي العالمه ذنوبه اللي اتربت في بيت زبيده العالمه، واللي بتحاول تغوي السيد احمد عبد الجواد وتوقعه في شبكه، بعد كده حبت ابنه ياسين، والمصادفه انها فعلا تم
يعني الحب ده بقى فيه جواز نهايته كان الجواز، وفجأة عايزة تبقى ملتزمة وعايزة تبقى ست كويسة بقى ست بيت يعني ازاي بتلعب بالشخصية، ازاي بتتحرك في الشخصية بالطريقة دي؟ يعني ده ما ينفعش يعمله ده فعلا غير نادية لطفي. وهي عاشقة الفن، وزي ما حضرتك يمكن ذكرتي في أول الحكاية يعني، وحضرتك قلتي هي ما كانتش بتعتمد على جمالها، لا وده في فيلم للرجال فقط، جرأة في اختيار الدور وإنها تقدم دور زي ده. هي مش بتقدم أي فتاة، ده بتقدم دور راجل حتى أكيد. بطريقة صوتها بالشنب، لكن كانت مقنعة جدا وقدمته كالعادة ببراعة. طبعا كان المخرج الكبير محمود زفكار اخرج الفيلم، وكان يعني يعتبر الفيلم ده سابق بيه عصره، لان احنا ازاي احنا كان الفيلم ده شوف متقدم امتى، وازاي ان هو قضية من القضايا دي قضيه من القضايا والست تتنكر وتقوم بدور راجل عشان تاخد وظيفه. ليه؟ لان كان زمان ما يعني كان في وظائف مقتصره على الرجال فقط، وخاصه في شركات البترول والمهندسين الجيولوجيين اللي هم بيشتغلوا في الصحراء وكده، مستحيل ست تبقى في المجال ده. فكان هي قامت بالدور، هي وسعاد حسني طبعا النجمه العظيمه، سندريلا. ازاي هيروحوا ويسافروا ويثبتوا ذاتهم ويثبتوا وجودهم ويبقوا هم فعلا ينجحوا في مجالهم كمهندسين جيولوجيا. ده الفيلم ده انا حاساه سابق عصره، يعني ما كانش ينفع يبقى في المرحله دي، ممكن تقدميه دلوقتي، انما في المرحله دي. وقد ايه الفيلم نجح نجاح كبير جدا، وقد ايه هم قبلوا ان هم تقريبا يعني اكتر من نص الفيلم هم متنكرين في زي الرجال ولابسين بدل وكده، بعيد عن ان يظهروا جمالهم وانوثتهم، فده قمه النجاح ليهم ونجح هم الاثنين. نجاح رائع الفيلم. اكيد اكيد. والفيلم فعلا وقت عرضه حقق نجاح كبير جدا، يعني نجاح غير مسبوق، بشخصيات جديده عليهم، بافكار جديده، بفكره سابقه عصرها. وكان طبعا معاهم النجوم الرائعين ايهاب نافع وحسن وحسن يوسف يوسف طبعا. ويزا والناصر صلاح الدين، وشخصية أخرى من الأدوار القوية جدا اللي قدمتها براعة وكان فيها تحدي باللغة العربية. طبعا الفيلم ده اللي هو كسر الدنيا ونجح أكيد نجاح رائع برضو، وهو عايش معانا لغاية دلوقتي، هو طبعا. مرجع من مرجعية كل الناس تقريبا للناصر صلاح الدين. أكيد الناصر صلاح الدين ده يعتبر من أروع الأفلام المصرية، من ضمن أكتر 100، من ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية طبعا، من إنتاج المنتجة العظيمة آسيا اللي هي رهنت فيه على مشوارها الفني كله، قالت يعني أفلامي كلها اللي أنتجتها شيء، والناصر صلاح وحصل الدين ده فعلا. شيء، وده فعلا حصل. فيلم من أروع الأفلام، إنتاج سخي جدا ما بخلتش في الإنتاج، قدمت شغل رائع جدا، قدمت قصة عميقة لصلاح الدين الأيوبي اللي هو هزم الصليبيين، وقدمت فيه شخصيات عظيمة، أحمد مظهر طبعا، ليلى فوزي، نادية لطفي، شخصيات مميزة، كل لعب دوره بنجاح رهيب جدا، لدرجة إن بقت الأسامي ملتصقة بيهم، يعني بالظبط. زي ما احنا بنقول لويزا لويزا ملتصق بنادية لطفي، فيرجينيا فيرجينيا ملتصقة بليلى بليلى فوزي، فوزي، حاجة مميزة. وكان ليها دور مميز، ودور رغم انه مجموعة نجوم كل واحد لعب ودور في دوره محوري. ونجح في دوره، تحس ان انت اول ما تخرجي من الفيلم ان انت فاكرة دور كل واحد، مفيش حد مغطي على التاني. يعني هي كان لويزا اللي هي قدمت، كان ليها دور قوي مع عيسى العوام، ازاي انهم فعلا قدروا يساعدوا صلاح الدين الايوبي في ان هم في كانت حربه حلقة ضد الوصل. الصليبيين، بالظبط، حلقة الوصل في حربه ضد الصليبيين. فطبعا قدمت نجاح كبير جدا، وفضل علامة من علامات السينما المصرية لسنين وسنين طويلة. يعني كنا سعداء بوجودك معانا النهارده ونورتينا، وشكرا لك. أشكرك جدا، وأنا مبسوطة وسعيدة جدا بوجودي في برنامجكم الرائع المتميز. شكرا أشكرك استاذه. جدا. بكده تكون انتهت حلقتنا وحكايتنا النهارده، وبعد لقاء جديد وحكايه جديده وحكايه ورا حكايه. Thank you.